السلام عليكم. اليوم بدرسنا هنحكي كيف ننقل مخططات من الأوتوكاد للفوتوشوب بأفضل طريقة حتى ما يبكسر معنا الخطوط، يعني ما تتشوه معنا بالطباعة وما يصير عنا أي مشاكل. طبيعي لما يكون عنا مشروع نحن شغالين عليه أو إذا جبناه جاهز أيا كان، فحيكون في عندي كتير تفاصيل مثل دايماشن، مثل أسماء الغرف، يعني مثل كتير أمور. فنحن أول شغلة لازم نعرفها إنه إذا بدي أسحب هذا المخطط مثل ما هو فما بيمشي الحال. ليش؟ إنه هاي القصص كلها حتطلع لير واحدة، فبالتالي بيعمل لي مشاكل بالفوتوشوب. لهيك لما يكون عندي المخطط لازم نطفه رتبه بالشكل اللي أنا بدي إياه، تمام؟ حتى إذا أنا في عندي مثلا خطوط فيها فراغات لازم نضفها، يعني لازم الخطوط تبعي كلها تكون مغلقة مثلا بالغرف لا أقدر أشتغل. يعني إذا كان هذا الخط في هيك ولو فراغ بسيط، هنعمل فريم أو نعمل له موف بس مبدئيا. شايفين هذا الفراغ؟ هذا الفراغ بيعمل لي مشكلة بالفوتوشوب، فلازم نحن نعرف إنه نرتب الشغل تبعنا قبل ما نروح على الفوتوشوب. حتى إذا عندي مثلا هاتش، عندي أي عضاين، عندي أي أمور، لازم اضغط مثلا زر يمين select similar اذا انا بدي اشتغل على هدول الاوبجكتات واعمل لهم ديليت. فانا هون حذفت كل شيء خطوط زياده. مثلا لاحظوا عندي هون هذا الفراغ، هذا الفراغ لازم سكره لانه بيعمل لي مشكله هون. طيب مهم، لازم نرتب الامور بشكل كتير كبير. لاحظوا الفايل اللي بيكون فيه فورنيتشر حنتعذب فيه نحن عم نشتغل. قبل ما ننتقل لهي الخطوة هأجيكم بس أمثلة للمخططات إنه كيف نحن ممكن نشتغلها. لاحظوا التفاصيل الموجودة فيها بكواليتي كتير عالية ومرتبة. طبعا هنوصل لهذا المستوى بالدروس الجاية إن شاء الله لنقدر نرتب الشغل تبعنا بكتير أمور. فخلينا أول شيء نروح على الأوتوكاد، وقبل ما نشتغل هاي الخطوة لازم نرتب خلينا نقول التواصل بين البرنامجين. كيف يعني؟ يعني اغلب العالم اذا انت شايف مثلا طلاب او اي حدا عم يشتغل، فكل العالم شو حتروح تعمل؟ حتروح تكبس كنترول بي من الكيبورد اللي هي البراند. طيب حلو كونتينيو. طيب حيروح يختار دغري من البراند انه طابعة بدك. اغلب العالم حتروح تختار طابعة البي دي اف او ممكن يختاروا جيمج. طيب فحنشوف البي دي اف وين موجودة، دي دبليو جي تو بي دي اف. ممكن نحن نختار قياس الورقة اللي بدنا اياها. هاختار مثلا قياس الايزو اللي هو نحن نشتغل فيه مثلا A4. طيب وحأتأكد انه هون لاندسكيب اخذ. هقول له او هو حيقول لي انه وات بلوت، انا هقول له ويندو وانا هحدد مساحة بايدي. هاي اغلب العالم تشتغل فيها. بس شو مشكلة هاي النقطة وشو مشكلة هذا الشيء؟ خلينا نشوف هذا الشيء مع بعض شو المشكلة وكيف هيطلع معنا الحل. هانسخ هذا المسار، هروح على الاوتوكاد وقول له اوكي. طبعا هتطلع عندي نافذة، هاختار 01 وقول له انتر. هانتظر شوي وحيعطيني بريفيو لفايل البي دي اف لشوف كيف طلع. طيب اذا بروح على الفوتوشوب، خليني اسكر هدول شوي وحروح على الفايل تبعي مرة ثانية. فايل البي دي اف هاسحبه وزدته. مشكلتين حتصير معنا. اول مشكلة انه انا كنت حاطه، اذا بشوف الوحدة بالسنتي، انا كنت حاطه قياس A4. قياس A4 مو 18 ب 13. يعني اذا بترجع بتأكد بالاوتوكاد بقول له براند قياس A4، اذا برجع له حيكون مختلف، تمام؟ يعني اذا بنختار او اذا نحط بايدنا يدويا، خليني ارجيكم شغله مشان ما نضيع بالملي والسنتي. حقله هون اوكي. هروح اعمل فايل
نيو. طبعا فيني اختار من البراند واختار القياس اللي بدي اياه. ال A4 اذا بنشوفها بالسنتي قياسها 21 29.7. طيب اوكي، يعني اذا بشوف الفايل تبعي هون بضغط عليه وبزته هون، لاحظوا قديش في فرق، يعني تقريبا كان اخذ بس نص الصورة، شايفين؟ يعني كان اخذ بس هذا القسم، معناته هو ما اعطاني القياس الصح، هو اعطاني المخطط تبعي جوات هذا القياس. فقديش هو مساحته ضمن هاي المساحة، ضمن مساحة الـ A4 ظهر لي. طبعا هذا الشيء ممكن ينحل انه مثل ما نحن هلا عملنا، انشأنا صفحة جديدة او مشروع جديد وسحبنا عليه. طيب بس انا بالاساس بدي اعرف بالاوتوكاد انه هذا المشروع بيسحب الـ A4 او لا، حسب اذا انتم عم تشتغلوا سكيل 1 على 100 او اقل او اكثر، فهذا بيفرق. طيب هاي اول مشكلة. تاني مشكلة، اذا انا بحط لاير بيضاء وبنزلها تحت هذا الاوبجكت، النقطة المهمة انه طبيعي لما نحن نسحب اي مخطط باي طريقة كانت اجباري بده يطلع بهذا الشكل. كيف يعني؟ يعني هاي المربعات الموجودة قدامي اجباري بده تطلع هيك، يعني المخطط مفرغ لانه فاضي، ما في لا لون ابيض ولا شيء حتى اقدر انا اتحكم فيه بسلاسة. فهي النظرية او هذا الشيء اللي نحن شايفينه بسموه PNG، يعني صورة مفرغة مثل صورة شجرة مثل صورة اي شيء، فبلاقي وراها مفرغ. طيب لهيك نحن شو بنعمل؟ بنحط لاير بيضة ليوضح معنا المشروع. طيب هي اول خطوة دائما بنساويها. طيب اذا بزوم شوي تمام، هلاحظ انه الخطوط هتبلش تكسر معي. تكسر معي يعني يطلع عندي هيك خطوط مكسرة فيها نويز، هذا الشيء بيأثر على الشغل وعلى الطباعة. كيف انا بعرف هذا الشغل صح او لا؟ يفضل لما نكبس كنترول 1 من الكيبورد تمام، فحيظهر عندي دقة الفايل على الواقع قديش حشوفه، فنوعا ما جيدة. بس لما انا اجي اشتغل بالفوتوشوب ممكن يعذبني هذا الشيء. طيب شو الحل؟ الحل انه انا اذا عندي مساحة كبيرة او اذا عندي مشروع كبير وبدي حل مشكلة القياس، مشكلة الدقة، زائد انه هذا الفايل مأخوذ بصيغة اسمها RGB كألوان. يعني هسكر الفايلات هدول، هقول نو، وهرجع اسحب لكم الفايل لتنتبهوا لشغلة ظهرت معنا بس نحن تجاوزناها. سحبت فايل الـ PDF لهون. نحن طلع معنا القياس غلط، اوكي ما في مشكلة، بس الشيء اللي نحن بدنا اياه نقطتين كتير مهمين، شيء اسمه resolution وشيء اسمه مود، color مود. هاي كتير مهمة، في فرق بين ال RGB و CMYK والى اخره، هدول الخيارات التانية بنحكي عليهم، او بالاحرى هدول مو لانه لشغلات تانية كتصاميم. طيب لما نحن اخذناه بهذا الشكل. طيب ال RGB هي الألوان الخاصة بالشاشات الرقمية، تاب، لابتوب، موبايل، أي شيء بنعرضه، تلفزيون، هدول هي الـ RGB تمام؟ أما الـ CMYK هي للطباعة. طيب فنحن مش عم نقعد نشتغل هاي الأمور ومش عم نفوت بهاي المتاهة، شو هنعمل؟ هروح نشتغل بطريقة أفضل من هاي الطريقة. طيب ممكن حدا يجي هو عم يشوف الفيديو يقول لي انه انا والله طبعت على البي دي اف وكانت اموري شغاله، بس حتلاحظ في فرق بالوان الطباعه، ممكن تتغير، ممكن يطلع عندي اللون غامق او فاتح. فهذا الشيء انه نحن مختارين RGB وقلنا له يطبع CMYK. CMYK هي الوان المحابر الاساسيه بالمطابع، فهي القصه كمان بدنا نحطها ببالنا انه نحن عم نشتغل نفهم هاي الامور كيف حتصير. بالدرس الجاي ان شاء الله هاشرح هاي الامور اكثر، انه شو الار جي بي وشو CMYK بشكل مفصل. بس اذا بدنا نشوفه نحن كمحابر، هورجيكم صوره بسيطه. الطابعه في لها هاي المحابر اللي هي CMYK، يعني
الألوان الأساسية بيدمجوا الألوان الباقية، الأصفر والزهر والأزرق والأسود. فالطابعة بتشتغل على هذا الأساس. لما نحن نعطيها RGB فبتضيع الطاسم، الـ RGB ألوانها غير ألوان الـ CMYK. فحتى إذا أنتوا طبعتوا ممكن في إذا كنتوا حاطين صور وما كانت الكواليتي تبعها عالية كمان بيأثر، طبعا حسب مساحة المشروع. إذا A4 أو A3 أو A0 ممكن الـ A4 ما كتير يبين معكم الفرق PDF ولا الطريقة اللي هحكيكم عليها. أما موضوع المساحات الكبيرة كتير بتفرق مشان الكواليتي، خاصة إذا كان عندي مشروع تخرج أو أيا كان. طيب خلينا نشوف هاي الأمور كيف بتنحل. أول شغلة هروح على الأوتوكاد وهعمل كنترول بي. طيب بس هون بدي أنشأ أنا طابعة جديدة خاصة بين أوتوكاد وبين الفوتوشوب، فما بروح بعمل كنترول بي أول شيء، هرجع شوي لأنه هون حيعطيني هو شغلات ستاندر من عنده. طيب هأنشئ طابعة بين أوتوديسك وأدوبي. كيف يعني؟ هروح على إشارة الفايل أو الأوتوكاد الموجودة فوق، هأختار أمر برينت وهأختار مانج بلوتر. هيفتح عندي فايل جديد، تمام. هنختار امر او فايل اسمه add a blotter wizard، بس افتحه هتطلع عندي نافذة. هون نحن هلا هننشئ طابعة، يعني عم نعرف طابعة جديدة، تمام. اول خيار هقله next. تاني خيار اذا انا كان عندي شبكة او سيستم لطابعة فيني يعني اعرف طابعة عليه، طبعا ما بدنا اياهم، نحن بدنا my computer. next تلقائيا هو حيكون اخذ ادوبي. هنختار من المود او المودلز هنختار بوست سكريبت ليفل 2، هقول له نيكست. طيب امبورت فايل ما بدي اقرب عليها. طيب هلا هون انا ما بدي احفظ الفايل بطابعة او شيء، بدي اقول له بلوت تو فايل يعني مشان احفظه يدويا، هقول له نيكست. هون بس بعلي انه انا اسمي الطابعة، فانا حاكتب مثلا فوتوشوب 2022، هلا نيكست، هلو فينش. طيب هلاحظ ظهرت عندي هون، طبعا انا حاطط اكثر من واحدة بحكم انه انا عم اشرح بالدروس السابقة، فطبيعي هذا الشيء. طيب خلصت المرحلة، فينا نرجع نعيد الخطوات اذا ضعنا فيها. كنترول بي بالطابعة هاختار الطابعة اللي انا انشأتها. طيب هلأ اذا بروح على البيبر سايز هلاحظ انه صار في قياسات محدودة، يعني مشان ما انا اضيع كل القياسات اللي كانت موجودة بالـ PDF. فخلص انا صار قريب الـ A0 الـ A3 الـ A4 واموري تمام. يعني هاخذ مثلا A0 او الـ A4 مثلا، وهاختار مثلا المساحة what to plot وارجع اختار المساحة اللي بدي اياها. طيب فيني اقول له يسنتر المخطط تبعي جوا الورقة عشان ما يطلع معي اليمين او يسار. فينا نعمل بريفيو اكيد نشوف كيف طلع، شايفين؟ طيب هلا هقول له اوكي. هلا هاحفظه مثلا 02 وهقول له انتر. لتكونوا بالصورة شو الصيغة اللي بيحفظ لي اياها لهذا الفايل، خلينا نشوف الصيغة اللي بتنحفظ. هاي هي EBS، الصيغة هاي خاصة ببرنامج اسمه Illustrator، تمام. فهذا البرنامج كتير مفيد. برنامج Illustrator هو برنامج فيكتور، يعني برنامج لما نكون نحن شغالين فيه ما بيبكسل ابدا المشروع. طيب خلينا نزوم. لاحظوا قد ما زومت شوف قديش قربت الخطوط ما بتبكسل اطلاقا، فهي ميزه جدا مهمه. يعني شوفوا هون كيف ما اشتغلنا ما حيبكسل ابدا. طيب كتير حلو،
خلينا نشوف هذا الحكي على الفوتوشوب. حأسحب الفايل وزدته على الفوتوشوب بمكان جديد. طيب هتطلع عندي النافذة واحد، إذا بتأكد بالوحدات تبعي هيطلع الوحدات الصح، يعني هيطلع وحدة الـ A4، ما هيطلع لا زايد ولا ناقص. اثنين، هلاحظ الريزولوشن بس بيكسل على السنتي مو بيكسل على الانش. هلاحظ المود CMYK، يعني هو مجهز لي حاله للطباعة. كتير خطوة حلوة. هقول له اوكي، طبعا فيني كبر الريزولوشن قد ما بدي، بس خليني اقول لكم على قاعدة كتير مهمة. كل ما كان قياس المشروع اصغر، يعني A4 او اصغر مثلا، بكبر الريزولوشن مشان ما يبكسل معي. كل ما كان اكبر كل ما بصغر الريزولوشن، يعني ممكن الـ A0 مثلا يكفي 70 او 80 بالكتير تكون كافية. طيب انا 160 وسطيا جيدة، قال له اوكي. طيب هلاحظ اعطاني قياس A4، حط لي المخطط 100% مثل ما انا بدي. فيني اعمل حركة هلا نفس المبدأ، لاير جديدة لون ابيض واضغط عليها ونزلها لتحت. كنترول واحد، لاحظوا زومت اكتر من الفايل القديم. يعني اذا برجع للفايل هاد اللي كان اسمه 01 واوكي، لاير جديدة. طيب وهعمل كنترول واحد، لاحظوا الكنترول واحد قديشها محدودة، بينما هون اعطاني دقة اكبر، تفاصيل احلى. شايفين الخطوط كلها واضحة. طيب هذا الشيء بيسهل كتير علي الشغل. طيب نحن يمكن ذكرنا بالدروس الاولى انه كنترول صفر بتعطيني المشروع كامل، يعني اذا انا كنت مزوم بالكنترول واحد فيني اكبس كنترول صفر يرجعني خطوة لورا. طيب فهي النقطة كتير مهمة بالشغل تبعنا لنقدر نشتغل. طيب اذا انا حبيت وزع المشروع تبعي ضمن الـ A4، او اذا كان عندي اكثر من مخطط، 1/100 او 2/100 او ايا كان، فانا فيني ارسم بالاوتوكاد حسب الوحده اللي انتم هون عم تشتغلوا عليها، فيني ارسم ريكتانجل بقياس الـ A4 مثلا، طبعا بحط الرقم اللي بدناه، وبنوزع المخططات تبعنا والشغل تبعنا بهذا المكان، يعني حسب انتم ما بتلاقوه مناسب، حسب حتى انتم بتقيسوا انه هالمخططات كلها حتسع فيه او لا. اذا كان عندي A0 نفس المبدا حيسع فيه كل شيء، حتى بقدر انا ساوي الديزاين تبعي هون. يعني مثلا ممكن انا اعمل ارك مثلا من هذا المكان لهذا المكان، ساويت هاي الزاويه اللي هي حتتلون. ممكن مثلا واحد ثاني ساوي اصغر هيك. صار عندي هون مثلا، يعني ممكن انا هون احط نص كتابه، ممكن احط لوجو، ممكن احط اي شيء. فممكن انا هون صمم الديزاين تبعي بعدين اسحبه على الفوتوشوب. معناتها نقطه كتير كتير مهمه انه نحن نميز بين فايلات البي دي اف وفايلات الاي بي اس اللي هي الفايلات الافضل للطباعه. طيب شو الشيء اللي بنوصل له اخر شيء؟ يعني هل البي دي اف نحن نستغني عنه؟ اذا كنتوا عم تشتغلوا بس بالاونلاين، يعني الفترات الماضيه اللي كانت ما كان في طباعه، فالبي دي اف شغال. بس اذا انا بدي اشتغل بكواليتي عاليه بشغل ادق واريح، فانا فيني اشتغل بالاي بي اس. تمام؟ طيب يعني طريقتين شغالين، بس انا بفضل هاي الطريقه. اول شيء بريح حالي من موضوع القياسات، ثاني شيء دقه عاليه، ثالث شيء موضوع الالوان كتير دقيق. يعني لاحظوا هون مثلا المشاريع اللي كانت، شوفوا اذا بزوم كنترول واحد شوفوا دقة كل الكتابة واضحة مثل ما هي، كل شيء خطوط واضحة. طيب فهي الامور كتير مهمة بالشغل تبعنا، شايفين اشخاص كذا كله تمام، هاي كنترول صفر. طيب فلما بدنا نشتغل بدنا نعرف كيف نحن نشتغل، كيف نتعامل مع المشروع اللي بين ايدينا بدون ما نواجه اي مشاكل. طيب فهذا هو درسنا لليوم. ان شاء الله الدرس القادم حنبلش نكسي هاي المخططات ونشتغل عليها بالترتيب. اي سؤال، اي استفسار، اي مشكلة بتصير معكم تواصلوا معي، ان شاء الله حكون معكم بالخدمة. الله يعطيكم الف عافية ودمتم بخير، بامان الله.